Thank you. Took my papers, but at any case, أقدم لكم الآن الدكتور وسام المليجي، أستاذ الأدب العربي في جامعة ميشيغان في ديربون، وأستاذ الترجمة، ليتكلم حول كتاب النبي لجبران خليل جبران. كنت أسلم وسام أوراقه لي. أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير لمناسبات عديدة، ويشرفني دائما المشاركة مع جمعيتنا المميزة أو مركزنا المميز. سأتحدث لفترة يعني قصيرة عن كتاب النبي لجبران، وسأبدأ بأن حين قال لي زميلي الدكتور هاني وسعادة السفير الحديث عن النبي، جاءت كلمة النبي وليس كتاب النبي كما قال لي هاني، فلوهلة يعني في يعني وسط العمل ظننت أنه يتحدث عن أي نبي وليس الكتاب، يعني طبعا وسط الانشغال، فكنت على وشك أرد أنني هل يعني كما نعلم نحاول بقدر الإمكان أن نتحدث في موضوعات ثقافية، ولكن عندها لاحظت وتنبهت أنني سأتحدث عن كتاب النبي لجبران، وأعتقد أن هذا مدخل أريد أن أبدأ منه، أن اختياره لعنوان النبي وفكرة الكتاب، أن النبي هو مفهوم أكثر منه شخص فقط على الأقل بالنسبة لجبران، وهو مفهوم للقيم إنسانية متعددة حملها جبران معه، وحملها المهاجر من بلاده إلى هنا، والتقط مع قيم أخرى في هذا البلد كما قال وسام في البداية. والنبي هنا بمعنى التنبؤ، النبوءة، النبي بمعنى يحمل شيئا نحاول أن نتغير معه، وأعتقد أن هذا هو لب ما يتحدث عنه جبران. سأقرأ بعض أشياء ليس فقط من كتابه ولكن من ما قاله أو من مقدمة كتبها ثروة عكاشة في مصر حين قام بترجمة بعض أعمال جبران وقام بالتقديم له، وهو يتحدث عن جبران، ثم سأتحدث قليلا عن جبران الفنان أيضا وليس فقط جبران الكاتب. يصف ثروة عكاشة نشأة جبران في بلاده قبل السفر، فيقول أنه القرية التي ولد فيها جبران ودب قرية جميلة تشرف على تعلو عن سطح البحر بنحو من 1400 متر، هواؤها عليل وجوها يميل إلى البرودة، أهلها أميل ما يكونون إلى الطرب واللهو، ومن تحتها واد صحيق ومن حولها الزرع والشجر، تغرد على أغصانه الطيور ويستجيب لغنائها الناس، فيندفعونهم الآخرون يغنون، وقد تشابكت أشجار الأرز الضخمة الباسقة فعقدت فوق رؤوسهم سماء ترد عليهم صدى أصواتهم وصدى أصوات الطيور من فوقهم، فإذا هذا كله تتجاوب به الأرجاء فتردده موسيقى حلوة هنية تضم إلى نشوة الناس بمقامهم نشوة وإلى خفتهم خفة. فما يهمني فيما قاله ثروة عكاشة هنا هو أن نشأت المهاجر أو نشأة الجانب العربي الذي تحدث عنه وسام أيضا كان له دور كبير في تشكيل وجدان النبي، إذا اعتبرنا جبران نفسه نبيا بمعنى أنه رسول الأفكار أو رسول المشاعر التي جاء بها. ويقول ثروة عكاشة أيضا في هذا الجو العامر بزرعه الصاخب بجماله الحافل بالنشوة نشأ جبران ينظر ويسمع. ويحضرني هنا بما أننا تحدثنا وكما تحدث سيادة العميد أيضا عن تأثر كتاب المهجر كما كان يطلق عليهم في ذلك الوقت بالأداب الأخرى، حيث أنني أهتم بالأدب المقارن أيضا، ففي الأدب البريطاني ما يعرف به الأدب الرومانسي أو المدرسة الرومانسية في الشعر، والتي ينتمي إليها كيتس كما قال دكتور نبيل، وينتمي إليها ويليام ووردسورث، وهناك قصيدة لويليام ووردسورث يصف فيها فتاة في الريف وهي تقوم بالغناء لأنها في واد، فهناك صدى للصوتها
وكأن الطبيعة ترد عليها، وهو ما يصفه ثروة عكاشة هنا. فهذا الالتقاء بين الثقافات من خلال الشعر أو من خلال الأفكار هو شيء أعتقد في قلب ما يتحدث عنه جبران في ما يتحدث عنه جبران في رسالته. ولكن لم يكن كل شيء في قصيدة أو في كتب جبران أو في حياته سلسا. فعكاشة يصف هنا أن جبران كان يعاني من والده إلى حد كبير، فيقول بالرغم من أن والده كان سكيرا وأنه كان يسيء كان دائما منفصلا عنه، ولكن والدته كانت هي من تهتم بتنشئته، وأن هناك كان انفصال بين الاهتمام بتربية أو تنشئة دينية. وقال أيضا أن جبران عانى من التنمر في طفولته، وأن هذا التنمر ولد لديه نوع من الخوف وربما نوع من العنف أيضا، ولكنه عنف خرج في أعماله الفنية. وأريد أن أتوقف هنا عند الجانب الفني. فكما سمعت من قبل أنه تأثر كثيرا بأعمال ويليام بليك، وهو شاعر بريطاني أيضا وفنان. وإن كان ما كان يهتم به بليك في رسومه كان أميل إلى نوع من المجون ونوع من المزج بين العنف وبين الرغبة، ولكن ما قام به جبران كان مختلفا إلى حد كبير. فما قام به كان فيه نوع من التسامي بجسد الإنسان والتسامي بروحه أيضا. أنتقل إلى بعض الأفكار التي قالها جبران قبل أن أقرأ بعض أشياء من كتابته وأقوم بمناقشتها. رغم كل ذلك ارتبط جبران بالحياة وأخذ يردد هذا من كلامه: لو شئتم تسميتي بشيء فقولوا أنني من حزب الحياة، من حزب الحياة. بل إنه من ربما ملخص رسالته هي عن الجمال، فيقول: أحب الجمال وليكن الجحيم مسوى أي شيء آخر غير الجمال. يقول عكاشة أيضا: لقد أراد جبران بكتابه النبي أن يقدم لنا نفسه، ويقدم لنا مع نفسه صورة صحيحة للإنسان الكامل الذي أسفرت تجاربه عن ضرورة وجوده لإصلاح نفوس البشر. وبهذا المعيار نفسه يقوم جبران عمله. الفكرة هنا أن جبران في كتابه عن النبي أو المصطفى كما أسمى الشخصية المحورية في كتابه كان هو نفسه نبيا، فهو نفسه يعطينا نبيا بمعنى رسولا أو حاملا لفكرة أو حاملا لقيم معينة، قيم الالتقاء بين الثقافات وقيم يسمو بها أو قيم السمو أو التسامي في أفكاره. ونرى مثلا في بعض كتاباته في وصفه للزواج، وأعتقد من قرأ جبران عدد كبير منا قرأ ذلك، وأعتقد ما قيل عن الزواج أصبح مشهورا أو معروفا بمكان، حتى أنه يتم الاستعانة به في بعض الأفراح وبعض المناسبات. حتى لمن لم يقرأ جبران أو لم يعرفوا أعمال أخرى له، فهو يقول مثلا: معا تكوناني حينما تذهب بأيامكما أجنحة الموت الشهباء، أجل كذلك تظلان معا في سر الله المكنون. ليحب أحدكم الآخر، ولكن لا تجعل من الحب قيدا، بل اجعلاه بحرا متدفقا بين شواطئ أرواحكما. أكاد أرى رسوم جبران في هذا الوصف، وأعتقد أن من أكثر ما يميز جبران وربما ما أضافه إلى الشعر العربي في هذا الكتاب هو هذا التصوير المرئي بشكل واضح وبتفاصيل واضحة، وتجمع بين الوصف الواقعي ولكن لشيء متخيل، وهو أمر لم يكن موجودا من قبل، وما نجده أحيانا في الفن السريالي الذي كان موجودا في مطلع القرن العشرين. وهو يوضح مدى الإسهام الذي قامت به قصائده، حيث أنه أفاد كثيرا من موهبته الفنية أيضا. ومثلا يقول عن الأطفال حين يتحدث عنهم: قال المصطفى: إن أطفالكم ما هم بأطفالكم، فقد ولدهم شوق الحياة إلى ذاتها، بكم يخرجون إلى الحياة ولكن ليس منكم، وإن عاشوا في كنفكم فما هم ملككم.
هذا الفكر المتنور عن تربية أو تنشئة الطفل يذكرنا بفكرة أو مفهوم يعرفه الكثير منا وهو رب أبلادكم لزمان غير زمانكم، وفكرة أن الطفل أو الإبن ليس شيء نملكه. وأعتقد أن هذا التحرر من بعض القيود التي كانت توصم بها بعض المناطق في الأجيال القديمة في بلادنا، وهو أمر يتحداه أو يعيد تركيبه جبران في هذه القصيدة. قبل أن أختم أريد أن أتكلم عن فكرة الحقيقة والتي هي جزء من رسالة النبي، فيقول: ولا تقل وجدت الحقيقة، بل قل وجدت بعض الحقيقة. ولا تقل اكتشفت سبيل الروح، بل قل وجدت الروح تسير في سبيلي. وحين نتمعن فيما يقوله هنا نجد تأثير لفلسفة نيتشا، ونجد تأثير لحقيقة فلسفة قديمة أيضا، يعني فلسفة حتى قبل ذلك، حتى زرادشت وفلاسف متعددين من العصور القديمة. فهو يتحدث هنا عن استحالة وجود حقيقة مطلقة، أو استحالة أن يتمكن الإنسان من ادعاء أنه يملك المطلق. فهو فلا تقول وجدت الحقيقة، بل تقول وجدت بعضها. والروح تسير فينا، أو السبيل تسير في روحنا. كلنا لدينا سبيل، ولكن لا نستطيع أن ندعي أننا نعرف السبيل الوحيد إلى الحقيقة. وختاما، يعني لمجرد أن ذلك ملائم لوقتنا، يقول: غنيتم لي في وحدتي، ومن أشواقكم أقمت برجا في السماء. ها هو ذا النوم قد ولى، وحلمنا قد انقضى، وانحسر الفجر، والظهيرة فوق رؤوسنا، وقمنا من غفوتنا إلى رائعة النهار، ولا مفر من الرحيل. هو يتحدث هنا عن أي رحيل؟ لا نعرف. هل يتحدث عن الرحيل بمعنى الرحيل من الدنيا، أو الرحيل بمعنى الهجرة؟ لا نعرف، ولكن أعتقد أنني يجب أن أتوقف. ممكن بدل انحسر الفجر نقول انحسر العصر واقترب المغرب، فلا مفر من الرحيل. وشكراً.